هيئة الرصاد الجوية بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة على الوجه البحري على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. ليلا الجو هيكون معتدل على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة بصحبة الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. بنرحب بك يا فندم وطمنينا النهاردة على الجو. أهلا بك أستاذ مصطفى، صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يمكن احنا بالفعل بدأنا نشعر بارتفاع قيم درجات الحرارة، وده وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ان هيكون في موجة حارة الى شديدة الحرارة هتأثر على معظم محافظات الجمهورية على مدار هذا الأسبوع كله. يمكن الموجة دي تطول كمان أكثر من أسبوع فتكمل معانا لبدايات الأسبوع القادم، لأن مصادر الكتل الهوائية اللي بدأت تأثر علينا بدأت تكون كتل هوائية صحراوية. الكتل الهوائية الصحراوية وخاصة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية هتكون مرتفعة في قيم درجات حرارتها، فده هيؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار. بالإضافة كمان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير، عدم وجود أي سحب مؤثرة، فبيساعد إن احنا نحس بارتفاع قيم درجات الحرارة. يمكن احنا بدأنا الارتفاعات دي من أمس، اليوم هيكون في مزيد من الارتفاع في قيم درجات الحرارة. احنا متوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تكون 37 درجة مئوية، ودي قيمة درجة الحرارة المقاسة في الظل. اكيد المواطن هيحس بقيم درجات حرارة اعلى كمان من 37 درجة مئوية، وده يعتبر اعلى من المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة بحوالي 4 درجات. الموجة دي هتستمر معانا على مدار الاسبوع، وكل ما تقدمنا اكتر في الاسبوع كل ما زادت قيم درجات الحرارة. يعني احنا عندنا متوسط درجات الحرارة حتى منتصف الاسبوع 37 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى، من منتصف الاسبوع حتى نهاية الاسبوع ما بين 38 الى 40 درجة مئوية. يمكن ذروة الارتفاعات تكون نهاية الاسبوع، يعني ذروة هذه الموجة نهاية هذا الاسبوع، فاحنا الاسبوع كله اجواءها هتكون اجواء شديدة الحرارة. بالضبط شديدة الحرارة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، لأن الارتفاع ده هيأثر على أغلب المحافظات. احنا عندنا المناطق الجنوبية الموجودة في جنوب البلاد، الأقصر وأسوان، عظمى فترة النهار طبعا عظمى فترة النهار ما بين 42 إلى 44 درجة مئوية، وأيضا دي قيمة درجة الحرارة المقاسة في الظل. المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط أجواءها هتكون أجواء حارة فترة النهار، ده طبعا مع وجود أشعة الشمس وشدة الأشعة الشمس فترة الظهيرة. لما أشعة الشمس بتغيب طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن كمان قيمة درجة الحرارة الصغرى فترة الليل هتتأثر بالارتفاعات، ونبدأ نحس بارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل. أجواء فترة الليل هتكون الأجواء ما بين المعتدلة إلى المائلة للحرارة. ليه؟ لأن هيكون في نشاط للرياح هتحس بيه أكتر فترات المساء ساعات الليل. يمكن اليوم تحديدا نشاط الرياح سرعاتها هتكون عالية، هتتراوح ما بين 35 إلى 45 كيلو متر على الساعة في معظم محافظات الجمهورية. بنأكد إن احنا هنحس بيه مع دخلة فترة المغرب. نشاط الرياح ده يساعد إن احنا نحس بقيم درجات حرارة أقل، أكثر انخفاضا. صحيح بالضبط، يساعد يخلي فيه اعتدال في الأجواء فترات المساء أو ساعات المغرب. لكن نشاط الرياح ده كمان هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة، يعني هنلاقي أتربة ورمال مثارة لكن مش في المحافظات الشمالية، هنلاقي الأتربة موجودة في شمال الصعيد، مناطق من جنوب الصعيد كمان، ومناطق من جنوب سيناء. صحيح بسبب سرعات الرياح العالية. بالإضافة كمان نشاط الرياح ده هيكون يعني على البحر الأحمر سرعته ما بين 40 إلى 60 كيلو متر على الساعة، فبالتالي هيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة. صحيح. ارتفاع أمواج ما بين 2 إلى 3 متر. صحيح صحيح. على أي حال بنشكرك دكتورة، الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. بالتأكيد درجات الحرارة هتكون أكثر ارتفاعا خلال هذا الأسبوع، وذروة الحرارة هتبلغ درجاتها ارتفاعا في نهاية هذا الأسبوع. على أي حال تعالوا دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة في هذا اليوم. القاهرة العظمى فيها هتكون 37 درجة، أما الصغرى هتكون 24. العاصمة الإدارية العظمى 38 والصغرى 23. الإسكندرية العظمى 34 أما الصغرى 23. العلمين الجديدة العظمى 34 والصغرى 23.
مطروح العظمى فيها هتبلغ 33، أما الصغرى 23. دمياط وهي أقل درجة مسجلة العظمى 29، أما الصغرى 21. بورسعيد العظمى 30 والصغرى 21. الإسماعيلية 38 والصغرى 20. محافظة السويس العظمى هتبلغ فيها 37 درجة والصغرى 21. العريش العظمى 31 والصغرى 20. كاترين العظمى فيها 29 والصغرى 13. طابة العظمى فيها 34 والصغرى 23. محلايب فالعظمى فيها 33 والصغرى 24. وشلاتين العظمى فيها 35 والصغرى 25. شرم الشيخ 38-28 والغردقة 36-27. محافظة الفيوم العظمى فيها هتبلغ 37 والصغرى 24. بني سويف العظمى 37 والصغرى 24. الوادي الجديد 40-27. أسيوط 39-25. سوهاج درجة الحرارة العظمى فيها 40 والصغرى 26. قنا 41-26. الأقصر درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27. أما أسوان فالعظمى هتبلغ فيها 41 درجة والصغرى 28. خلينا نعود سريعا لمحمد وجمانة لاستكمال باقي فقراتنا في صباح الخير. شكرا لك مصطفى.